مشاهدينا ومستمعينا، رجعنا لكم من جديد ومن بعد ما شفنا فعاليات الدوحة. طبعا حياكم الله من جديد. كل يوم اثنين موعدنا مع الفقرة الصحية، واليوم عندنا نديبتنا حنان بلان راح نتناول موضوع الرعاية المنزلية. خلينا نشوف بعض هذا الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبح عليكم بكل خير مشاهدين ومستمعين قناة الريان، وصبح على زميلتي معاكم بالاستديو. مشاهدين اليوم موضوعنا راح يكون من الفقرة الصحية، طبعا موضوعنا راح يكون عن الرعاية المنزلية مع الدكتورة حنان اليزيدي استشارية الطب أسرة بقسم الرعاية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية. طبعا عشان نعرف تفاصيل أكثر عن الرعاية المنزلية راح تعطيني تفاصيل أكثر الدكتورة نفسها حنان اليزيدي. صبحت الله بالخير، يعطيك ألف عافية دكتورة. في البداية لو نعرف المشاهدين وتعرفينا عن أو تعطينا جزء مفصل عن قسم الرعاية المنزلية في مؤسسة حمد الطبية. يعطيكم العافية أول شيء، وشاكرين لكم على حسن التغطية للقسم الرعاية المنزلية، لأنه صراحة يخدم فئة عمرية مهمة. خلونا نتكلم عن بداية عن اللي هو قسم الرعاية المنزلية. بدأ قسم الرعاية المنزلية كانت آليته كان يخدم بس كبار السن، كان تقريبا يخدم في سنة 96 300 مريض، لكن الحين اختلفت الصورة، صار قسم الرعاية المنزلية يخدم جميع المرضى ويسهل خروجهم من المستشفى، سواء كانوا كبار السن من عمر اليوم إلى عمر إلى ما لا نهاية. وكذلك اللي هو ناخذ الحالات اللي هي ممكن نطلعها بدري من المستشفى عشان نأمن للمريض يكون في بيئة آمنة بعيدة عن مصادر العدوى. طيب مثل ما نعرف دكتورة حنان أن الرعاية المنزلية مو بتأسست، هي بدأت تتطور من 2009 لين الحين 2018، فلنتكلم عن التطورات اللي صارت من خلال هالسنين. هي فعلا بدأت رسميا في 2009، طبعا كانت الطاقم الطبي فقط 4، كانوا على أساس أنه ممرضين ودكتورين. مثل ما قلنا في البداية كانت تخدم كبار السن، لكن الآن الحمد لله احنا نتكلم عن 214 طاقم طبي، سواء تمريضي، مساعد، خدمة مساندة طبعا، أو اللي يندرج تحتهم مثل التغذية، الصيدلاني الكلينيكي. فطبعا احنا نجد ان احنا كنا قبل نتكلم عن 300 مريض مثل ما قلنا كبار سن، فاحنا الحين الحمد لله نغطي تقريبا 1800 حالة، في يعني سواء مقيمين أو مواطنين احنا نخدمهم من كبار السن، اطفال ولا كبار سن نغطيهم كامل. من هم الحالات اللي يحتاجون الرعايه المنزليه؟ من نقول الناس اللي مسويه عمليات او اشياء ثانيه. صحيح اختي حنان، طبعا هو احنا الحين صرنا التوجه ان احنا نساعد نقلل الضغط على المستشفى، زائد مثل ما قلنا بدايه ان احنا نخليه في بيئه امنه. طبعا الحالات اللي احنا نستقبلها اي حاله مثل ما قلنا كبار سن، إذا كان ما مقعد سريرياً، في حال إذا كان هو الحمد لله بصحته يقدر يتحرك إحنا بالعكس نأمن له طريقة التنقل. لكن الأطفال اللي هم الصغار اللي ولدوا بإعاقات مستديمة، كذلك اللي هو بعد العمليات مباشرة يحتاجون يكونون في البيت، نسهل خروجهم من المستشفى مثل عمليات القيصرية، العمليات اللي الجراحية، محتاجين مضادات حيوية لفترة قصيرة ندخلهم تحت القسم فترة قصيرة ويتم خروجهم مباشرة. كذلك اللي عندهم مثلا أنابيب تغذية ممكن يكونون تحتنا على أساس أن احنا عندنا معالج تغذية. اللي عنده جروح طبعا هاي من الخدمات، معالج جروح كبيرة طبعا، لأن ما تقصر الرعاية الصحية الأولية تغطي احنا معانا يدا بيد مع اللي هو الأطباء المتجولين. لكن نجد ان احنا في حالات محتاجة رعاية أكثر فهي تم تحويلها مباشرة لنا. بالنسبة حق التحويل دكتورة حنان، شنو هي الآلية اللي انتم تستخدمونها حق تحويل المريض لقسم الرعاية المنزلية؟ طبعا اي شخص مكفول في شخص مريض يقدر يجي مباشرة او عن طريق المراكز الصحية، احسان نستقبل حالات من عندهم في حال اذا كانوا ما يندرجون تحت آلية دخولهم للقسم. فطبعا يتم دخولهم مباشرة عندنا في المبنى 322 بي في مدينة حمد الطبية، يطلبون الخدمة مباشرة. أنا كطبيب أتم تحويل أهل المريض لقسم اللي هو لايسون كيس مانجر، اللي هو يتم تحويل الحالات. طبعا مثل ما قلنا احنا قطر نقسمها كلها لخمس مناطق، فطبعا هي مديرة تحويل الحالات تبدأ تقول هذه تصنفها، هاي تحت المنطقة الأولى، تحت المناطق الثانية أو الثالثة، لين نوصل لخمسة. رئيسة الممرضات خلال ثلاث أيام عمل لازم تطلع للمريض.
مع منو؟ مع الممرضة الخاصة اللي راح تباشر حالة المريض لاحقا. يبدون يشوفون شنو حالة المريض، شنو محتاج. إذا كان عنده جرح تبدأ هي تيجي لنا مرة ثانية قبل ما نسوي اللي هو الكيس كونفرنس، اللي هي تجمع الطاقم الطبي المالتي ديسيبلينري تيم، نتجمع بعدها. بس هي تجيني مباشرة، والله يا دكتورة أنا لقيت جرح، فأنا محتاجة أن أحوله على قسم الجروح، يعني تسوي لي فلترة لحالة المريض. بعدين نقعد إحنا كطاقم طبي خلال 10 أيام من يوم ما استلموا الحالة تحويله أهيان أهل المريض. 10 أيام لازم نقعد كلنا كتيم نوجد كير بلان، يعني خطة علاجية متكاملة. طبعا من اللي متواجد في الخطة العلاجية؟ على حسب حالة المريض، علاج فيزيائي محتاج، علاج طبيعي، علاج مثلا خلنا نفترض انه محتاج equipment، medical equipment، يعني سرير ولا على حسب حالة المريض. ففي هالحالة تبدأ اللي هو الاكيوبيشنال ثيرابي اللي هو العلاج الوظائفي، يجي لازم يروح يفحص المريض عشان يشوف حجم السرير اللي محتاجه أو الكرسي المتحرك على حسب حالته. طبعاً كل الأجهزة وكل شيء متوفر عندكم، تقدرون أن تطلعون حق المريض بعد؟ طبعاً احنا نوفر للجميع المرضى، لكن طبعاً لازم صار حالياً في مبنى 325 هم تحتنا القسم الميديكال اكوبمنت، طبعا عليها سيرفيس ومينتيننس، يعني في حال اذا الجهاز اخترب في يرجع ل 325. احنا فينا نكتب الريكوست لكن هو يذهب الى 325. دكتور حنان اليزيدي، كونك كاستشارية طب اسرة وبعد بقسم الرعاية المنزلية، شنو أهمية تطبيق نقول هذه العيادات او هذه الاقسام حق اللي موجودين طبعا في الدوحة؟ مثل ما ذكرتي يعني مو بس لنا احنا كقطريين، لا حتى حق المقيمين، يعني ايش قد يقدرون يستفيدون من هذه الاشياء؟ طبعا انا انصح ان وجود هاي الخدمة يعني تسهل على اهل المريض من العبء النفسي والمادي كذلك. طبعا بالنسبة للدولة وجود المريض كل يوم في المستشفى ممكن يكلفنا الكثير للسرير، فوجوده في البيت بعوامل نفسية، طبعا هو أهم شيء، احنا لازم نفترض البيئة النفسية حوالين المريض، طبعا بعيد عن الأمراض، عن الالتهابات أو مصادر العدوى، أنصحهم أنهم يتوجهون لهالخدمة. طبعا إذا كان يجد في نفسه أو في من يعوله اللي هو خلينا نقول كرايتيريا أوف أدميشن للهوم كير، إذا كان مقعد لفترة قصيرة، طبعاً هو لازم لما يجي هنا يعرف شنو يبي منه، لازم يعرف بالضبط هو شو محتاج من الخدمة. يعطيك العافية، كفيتي ووفيتي. مشاهدينا هاي كل اللي كان عندي في الفقرة الصحية، وجوكم إن شاء الله في فقرة ثانية على ألف خير.